اتفضل. السلام عليكم، عليكم السلام. كيفك يا شيخ؟ الحمد لله، اتفضل يا حبيبي. الشيخ رامي عيسى معك؟ ايوه يا حبيبي. كيفك، شو الأخبار؟ الحمد لله. سني ولا شيعي؟ دائما الحمد لله. حبيبي اسمعني من البث ولا تسمعني من الـ اسمعني من الجوال ولا تسمعني من البث. تمام، شكرا. شيعي؟ شيعي؟ نعم. حياك الله، تفضل. بدي لك الله يعطيك العافية، وكلام جدا مقنع، وخصوصا أنه كان من القرآن، ليس اجتهاد شخصي منك. أنا عندي فقط سؤال، تفضل. ليش الشيعة يسبون عائشة؟ لأنها زوجة إنه النبي شو صلى الله عليه وسلم. الرواية عندهم؟ لأنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فهم كانوا نعم، من أسس هذا المعتقد. أنت معلش يعني الكلام ممكن يكون صدمة لك شوية، لكن لعلك تسمعني. من أسس نعم، معتقد الاثني عشرية هم أرادوا الطعن مباشرة في النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقالوا لو طعن في النبي لن يقبل منا الطعن في محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فقالوا من أقرب الناس إليه؟ قالوا أقرب الناس إليه هم الصحابة الذين سمعوا منه القرآن، وأقرب الناس إليه هم زوجاتي لأنه معصوم، بل منهم من اختارها الله له، تزوجها بوحي من قبل الله كعائشة. فقالوا خلاص نطعن في هؤلاء، حتى إذا طعنا في محمد صلى الله عليه وسلم فيأتي الناس يقولون نأخذ بالقرآن، فنقول لهم القرآن الذي نقله الصحابة هذا القرآن ليس صحيح، نأخذ من أحاديث النبي التي أمر في القرآن لزوجات النبي بتبليغ الأحاديث، قال تعالى واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، أي السنة. فقالوا نطعن في زوجات محمد حتى لا تقبل أيضا سنته، فكفروا الصحابة وكفروا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وبالأخص الصحابة الذين أكثروا في روايات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الصحابة كتبت الوحي، كفروهم علشان يسكتوا القرآن، وكفروا زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبالأخص زوجات النبي اللاتي كانت تنقل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة حتى لا تؤخذ السنة. هذا هو. نعم شيخ، نعم فما رأيك حبيبي؟ نعم بس سؤالي ما هو الطعن اللي تقدم؟ يعني يقولون يسبون عائشة، يلعنون عائشة، بس شنو السبب؟ شنو التهمة؟ شنو لا أنا ما أدري. أو أولا يتهمونها رضي الله عنها بالفاحشة بعد أن برأها الله تبارك وتعالى في كتابه في سورة النور، فيطعنون فيها بعد تبرئة الله تبارك وتعالى له، يطعنون في شرفها طعنا في محمد صلى الله عليه وسلم كما أنا بينت لك، وأيضا يزعمون أنها خرجت لقتال علي رضي الله عنهما ولم تخرج لقتال علي، بدليل أن علي أرجعها معززة مكرمة ولم يكن معها جيش حينما خرجت أو شيء، بل علي هو الذي ذهب إليهم إلى البصرة، وما خرجت إلا للصلح وللإصلاح بين المسلمين والمطالبة بثأر دم عثمان رضي الله عنه من هؤلاء الذين قتلوا علي فيما بعد، أو قاتلوا أو سبوا علي فيما بعد وحاربوا علي، قاتلوا علي في موقعة النهروان، هؤلاء الخوارج والسبائية. استغفر الله العظيم. طيب شيخ، ممكن آخر سؤال؟ تفضل يا حبيبي. بما أن اليوم معروف أي ملك أو أي خلافة أو أي شيء في العالم، عندما يموت الشخص بغض النظر عن الشخص، فمن يرثه هو أبنائه أو أحد من فصيلة دمه، صح؟ صدقت صحيح. فعندما توفي الرسول عليه الصلاة والسلام، الشيعة يقولون أنه علي بن أبي طالب أحق بالخلافة لأنه من فصيلة دمه، ولكن في نفس الوقت أسمع أنا أنه تمت المبايعة، فأي ملك في العالم يكون إما بالتوريث أو بالانتخاب، صحيح؟ صحيح. فشو المشكلة يعني إذا كان
بالانتخاب والمبايعة ولم يكن بالتوريث، مع العلم أنه الأحق والمتعارف عليه أنه بالتوريث. شوف يا حبيبي، أنت شيعي كما أخبرتني، أليس كذلك؟ نعم. طيب شوف يا حبيبي، أنت قلت دلوقتي أي ملك في العالم، يعني مثلا كسرى قيصر ابنه هو اللي يبقى حاكم، الملوك والحكماء طيب آسف على المقاطعة، نعم آسف على المقاطعة، أنا شيعي الهوية ولست شيعي الهوى. نعم شيعي الهوية ولا شيعي. جميل. شوف يا حبيبي، أنت قلت الملوك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كسرى قيصر فلان علان بيكون ابنه الحاكم، أما في النبوة لا يوجد ذلك، النبي مش هيقتدي بكسرى، مش هيقتدي بقيصر، النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يقرب إلا فلان عشان من دمي أو عشان ابن عمي أو علشان، طب ما هو ابن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، عقيل ابن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حمزة عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، العباس عم النبي، كان المفروض هو أولى بقى من ابن عم النبي، العباس عم النبي ومات النبي صلى الله عليه وآله وسلم والعباس حي. لكن في دين الإسلام النبوة خليفة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني أنا أقول لك الآن، أنا لو بدعو واحد الآن للإسلام وأقول له بس انتبه، هذا النبي مثل ملوك كسرى وقيصر، لازم ابن عمه هو اللي يكون من خليفته على طول، لازم اللي من دمه هو يكون خليفته، يقبل؟ هل دين لا لا الإسلام يقبل بذلك؟ شيخ، أنت فهم سؤالي خطأ، أنا ما قلت هذا الشيء، أنا قلت أنا أعلم أنك لم تقل هذا الشيء، أنا ألزم من يعتقد بهذا الشيء، أعلم أنك لم تقل بذلك، لكن أنا ألزم أنا الشيعة أقول الذين يعتقدون بذلك. صحيح. تفضل. شيخ، أنا أقول منطقيا أنه المفروض تكون الخلافة لأحد من فصيلة دمه، منطقيا بالمنطق كتحليل شخصي، أنا لم أقول يعني ما بعرف إذا الإسلام له طريقة مختلفة، ولكن هذا بالميراث الشرعي وبكل القصص يعني اللي نحن بنسمعها، إنه من المنطق أن من يرث الإنسان أو من يرث الإرث ليس شرط أن يكون بالماديات فقط، الإرث يكون أولى لفصيلة دمه. نعم بس دوت ليس، انا فهمت وانت كلامك صح، والله سبحانه وتعالى عندنا بقى في القرآن يا حبيبي قال وامرهم شورى بينهم، وعندنا سورة في القرآن اسمها سورة الشورى، والامام علي في كتب الشيعة كما في نهج البلاغة قال انما الشورى للمهاجرين والانصار، فان اجتمعوا على رجل وسموه اماما كان ذلك لله رضا، فاجتمع المهاجرون والانصار على الصديق رضي الله عنه. ممكن نقول الشهادتين مع بعض لو سمحت؟ طيب تقسم بالله انك لن تسب؟ قسما بالله اني ما راح. طيب اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، ورضي الله عن الصحابة، ورضي الله عن الصحابة وامهات المؤمنين. الله اكبر الله اكبر، انت من لبنان يا حبيبي، رقمك امامي صح؟ الله اكبر الله أكبر. صحيح من لبنان، ولكن سؤال، لماذا سألتني أن أقسم بالله أنني لم أصب؟ ليش أصبك أنت؟ لأن ما كثير طلبت من معك. شيعة لبنان يتصلون ويسبون. الله أكبر، هنيئا لك يا حبيبي، الله أكبر، اللهم لك الحمد. أستغفر الله العظيم. مشكور. أنا قلت لك في البداية أني شيعي الهوية ولست شيعي الهوى، حتى أنا عائلتي شهرة لن أذكر اسمي، ولكن شهرة العائلة هي طالب. ما شاء الله، هنيئا لك يا حبيبي، أنت صورتك أمامي، وجهك مضيء ما شاء الله بالنور، فأسأل أن يثبتك يا حبيبي، هنيئا لك الهداية، الله أكبر ولله الحمد، هنيئا لك يا حبيبي، وأسأل الله أن يثبتك، وإن شاء الله هرسل لك رقم الخاص الآن، أنا أتواصل وهرسل لك الوضوء الصحيح والصلاة الصحيحة، وأبعت لك رقم الخاص يكون بيننا تواصل دائم إن شاء الله. شكرا. شكرا. السلام يا عليكم. عليكم السلام، في أمان الله، الله أكبر ولله الحمد، هنيئا لك، الحمد لله الذي أخرجه من الظلمات إلى النور.